الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة تسويق النفط العراقي سومو أن معدل صادرات العراق خلال شهر شباط الماضي بلغت 3,314,000 برميل يوميا، بزيادة تقدر ب 112,000 برميل يوميا عن الشهر الماضي، موضحة أن معدل صادرات العراق النفطية للشهر الماضي يعد الأعلى منذ عامين. وأضافت الشركة أن الإيرادات المالية المتحققة عن الصادرات النفطية هي الأعلى منذ عام 2014، مبينة أن الإيرادات المالية بلغت 8,540,000,000 دولار، وأن شركة تسويق النفط سومو قامت بتصدير الكمية المتوفرة من النفط الخام عبر محافظتي البصرة وكركوك. هذا ولم تنعكس هذه الإيرادات والأرباح على المواطن العراقي في وقت ترتفع فيه معدلات الفقر والبطالة في البلاد بشكل كبير. قال المتحدث باسم وزارة التجارة في العراق محمد حنون إن الوزارة طلبت من وزارة المالية مبالغ لاستيراد 2,000,000 طن من القمح لتلبية احتياجات البلاد بالكامل وتوفير مخزون استراتيجي. وأضافت أن العراق سيقبل العروض من الشركات العالمية لشراء القمح اعتباراً من يوم الأحد. وبحسب مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب السابق عبد الرحمن الجويبراوي، فإن العراق يحتاج سنوياً إلى ما يقرب من 5,000,000 طن قمح لتأمين مفردات الحصة التموينية. تأتي تلك التطورات على وقع تقليص اعتمده العراق في الخطة الزراعية الخاصة بالحبوب لهذا العام، والذي سبقه لمستوى النصف من جراء الأزمة المائية التي تعيشها البلاد منذ سنوات وتفاقمت حدتها منذ عام 2018. طلب البنك المركزي التونسي من الجهاز المصرفي تسريع العمليات المالية مع روسيا واستعجال التحويلات استعداداً لفصل عدد من المصارف الروسية عن نظام التحويل المالي الدولي سويفت، وفي إطار العقوبات الدولية المفروضة على موسكو. جاء القرار وسط قلق المتعاملين الاقتصاديين من تأثيرات الفصل على المعاملات الخارجية بين البلدين، في وقت تحتاج تونس إلى الحفاظ على كل مصادر النقد الأجنبي. هذا ودعا البنك المركزي التونسي في مراسلة وجهتها الإدارة العامة للتمويل والدفوعات الخارجية التابعة للبنك إلى إجراء مختلف المعاملات مع روسيا في أقرب وقت ممكن قبل التطبيق الرسمي للعقوبات. أظهرت بيانات رسمية نمو الوظائف الأمريكية بأسرع وتيرة منذ 6 أشهر، ما يعزز خطط الاحتياطي الفيدرالي في البنك المركزي لرفع الفائدة خلال شهر آذار الجاري. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن القطاع الخاص غير الزراعي أضاف 678,000 وظيفة في شباط الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بإضافة نحو 400,000 وظيفة. ووفق البيانات الجديدة، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.8% من 4% في كانون الثانية السابق له، مقتربا من مستوى 3.5% في شهر شباط عام 2020 قبل بدء جائحة كورونا. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO إن أسعار الغذاء العالمية سجلت ارتفاعا قياسيا في شهر شباط، وقفزت بنسبة 24% على أساس سنوي. وأضافت FAO أن الزيوت النباتية ومنتجات الألبان تأتي في مقدمة السلع التي ارتفعت أسعارها، ما أسهم في زيادة التضخم العالمي مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا. يأتي ذلك بينما حذرت المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرض السكان الأشد فقراً للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز بأمان الله.